نهاركم ابيض بخطين حمر مشاهدينا الاعزاء، حلقه جديده ولقاء يومي يتجدد دائما وابدا عبر قناه الزمالك، وحلقه جديده من نهارك ابيض. كالعاده وعلى مدار 90 دقيقه ان شاء الله، 90 دقيقه كرويه رياضيه محليه وكمان عالميه، هنكون معاكم ان شاء الله النهارده على مدار ساعه ونص. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا ارحب بزميلتي العزيزه نيرفانا العبد. نهارك ابيض يا نيرفانا. نهارك ابيض يا احمد ونهاركم ابيض جميعا. اول حاجه لازم نتكلم فيها طبعا ماتش امبارح فقبل نهائي بطوله افريقيا للباسكت، وللاسف خسرناه قدام اتحاد المنستير التونسي بنتيجه 88-81، اللي بكل روح رياضيه طبعا بنبارك له وبنتمنى له التوفيق في مبارياته النهائيه قدام باترو دي لواندا الانجولي. الاتحاد المنستير الحقيقه فريق قوي جدا الحقيقه، تفوقنا عليه السنه اللي فاتت، لكن في ماتش السنه دي هو دخل المباراة بشكل قوي جدا في شوطها الثاني بعد ما كنا احنا الفريق الافضل طوال الشوط الاول وكنا كمان متقدمين في النتيجة بشكل مستمر. للأسف هو رجع المنافس التونسي بشكل هايل في الشوط الثاني، عوض التأخر ده وتقدم في اوقات كتيرة جدا بفرق 8 و9 و12 نقطة كمان. انا كنت شايفة ان الزمالك يقدر في اوقات كتير جدا ان هو يعني يعوض ده، كنت بحس برضو رميات أدجر سوزا الثلاثية وظهور كمان ماكيني بشكل قوي جدا، لكن للأسف خلينا برضو نقول هارد لك لفريقنا، الجانب البدني وقع برضو مننا جدا جدا في النهاية، عندنا أخطاء بالجملة لازم طبعا نقف عندها ونعالجها، لأن الزمالك بشكل عام يعني عنده فرقة باسكت كويسة جدا تقدر أن هي تقدم أفضل من كده بكتير جدا الموسم اللي جاي زي ما احنا متعودين. فمش عايزين اللي حصل ده ياخد من عزمتنا، عايزين نتدارك الأخطاء نقف عندها ونعالجها الموسم اللي جاي بإذن الله. حقيقة نيرفانا أنا توقعت يعني أن بعد نهاية الشوط الأول اللي انتهى بفارق 5 نقاط لنادي الزمالك أننا نكمل بنفس القوة. يعني بدأنا في البداية في الشوط الأول كان البداية حلوة جدا مبشرة جدا، كان في بعض الأخطاء وكان في بعض الأخطاء كمان في إدارة المباراة، لكن عايز أقول أن ده أمر وارد جدا، لكن كنا نقدر نستغل الدفعة المعنوية في الشوط الأول ونكمل عليها في الشوط الثاني، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. وحذرنا على فكرة من نادي الاتحاد المنستيري التونسي، وقلت امبارح أنه هو من أقوى الفرق المرشحة للقب ده. ليه؟ السنة اللي فاتت هو وصل للنهائي وخسر من نادي الزمالك، لكن السنة دي هو عامل تدعيمات كبيرة جداً، احد اهم اللاعبين اللي كانوا في نادي الزمالك وساعدوا نادي الزمالك في الحصول على لقب البطوله في النسخه اللي فاتت ديابتي بيلعب في اتحاد المنستيري، لعيب مهم جدا ومميز جدا، وكل لعيبه الاتحاد المنستيري طبعا بكرر تهنئتنا طبعا لشقيق فريق الاتحاد المنستيري، وبتمنى له طبعا التفوق في المباراه النهائيه. وعايز اقول هارد لك طبعا لنادي الزمالك، ومنتظرين تعويض في اللي جاي، اللي جاي مهم جدا. والحقيقه مفيش أدنى شك إن باسكت نادي الزمالك محتاج شوية شغل، محتاج لعين فنية أفضل وأقوى شوية تقدر تتحكم بطريقة أمثل في قيادة الفريق في مباريات كبيرة، مباريات مهمة في بطولات صعبة وفيها منافسة كبيرة جدا، لكن إن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل ونقفل ملف كده بطولة البال مؤقتا. وهيكون ان شاء الله معانا تحليل شامل بقى لنادي الزمالك واداء نادي الزمالك في بطوله البال سواء في الادوار التمهيديه او في الماتشين اللي اتلعبوا في رواندا، هيكون معانا طبعا كابتن طارق سليم نجمنا الكبير في فقره سهم وقوس. دلوقتي خلينا نروح بقى للكوره، وماتش ان شاء الله مهم جدا يوم السبت اللي جاي امام نادي الاسماعيلي. خلاص كسبنا اسوان ماتش وخلص، وصلت لنهائي بطولة كاس مصر النسخة الماضية أو نسخة العام الماضي، نفكر بقى إزاي نرجع تاني للمنافسة على بطولة الدوري. أنت حامل اللقب لكن البطولة دي هتبقى صعبة، المنافسة فيها هتبقى صعبة جدا، لكن كل الآمال والأماني محطوطة من جماهير نادي الزمالك، من إدارة نادي الزمالك على مجموعة اللاعبين اللي موجودين دلوقتي، بس بشوية تنظيم وإخلاص أكتر من لاعبي نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك عمره ما هيزهق من فكرة دعم الفريق ودعم اللعيبة، لأن ده هو شايف إن دوره الأساسي، بيدعم نادي الزمالك وكل اللي بيقاتل من أجل نادي الزمالك وكل اللي بيشتغل
باسم واحد من اكبر واعرق انديه افريقيا؟ بص يا احمد، انا لما بنيجي جنب الكوره كده بتاخد شويه، يعني انا بقالنا فتره بنطلع نتكلم عن اخطاء. نفسي بعد ان شاء الله ماتش الاسماعيلي نطلع نقول الحمد لله الخطا الفلاني احنا ما عملناهوش، الحمد لله النتيجه باداء. يعني انا هفكر كده لعبت الزمالك تاني بكلامنا عن المنافسه، وهروح لنقطه مهمه. يعني انت احمد، انت وانجي امبارح اتكلمتوا عن الدروس المستفاده من الموسم الاوروبي العظيم، واحنا كمان كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات عن ده. احنا عشناه كلنا وشفناه في الخمس دوريات الكبيره، وقد ايه احنا محتاجين لنقطه نظام في كل شيء تخص المسابقه، خصوصا يا جماعه المواعيد. يعني انا هضيف كمان على كلامه من امبارح الجميل طبعا حاجه تانية انا شايفاها مهمه جدا جدا، وبرده من اهم الدروس المستفاده من الموسم الاوروبي، وهي قوه المنافسه من البدايه وللنهايه. واللي احلى من كده يا جماعه حاله الرضا الموجوده عند كل المنافسين. يعني انت تحس كده ان محدش فيهم زعلان غير ان محدش فيهم قصر قدام جمهوره. يعني المان سيتي البطل في انجلترا، بس جمهور ليفربول راضي جدا جدا عن فريقه، وده اللي قلناه قبل الماتش لو تفتكروا، ان الجمهور لو لقوا ان ليفربول عمل اللي عليهم هيقولوا شكرا. كمان جمهور تشيلسي راضي عن فريقه لان هو حقق كاس العالم للانديه، كمل وسط ظروف صعبه جدا طبعا كلنا عارفينها. وجمهور توتنهام كمان راضي عن فريقه لانه تاهل لدوري الابطال. جمهور ارسنال كمان الى حد ما الامور افضل بكتير من الموسم اللي قبله. يعني هتلاقي كده كمان فاق الجمهور، حاسس انه فاق حتى لو هو مش في افضل حالاته، بس الجمهور حاسس بادائه. كمان في ايطاليا الميلان رجع بطل وفرح جمهوره، بس في نفس الوقت الانتر كمل للنهايه لحد اخر نقطه، دافع عن حلمه، عشان كده جمهوره هتف لكل لعيبته في ملعب سانسيرو في اخر مباراه، هو طبعا بطل الكاس هناك السنه دي. فهتلاقي كمان في فرنسا مثلا جماهير باريس احتفلت مع فريقها بالدوري، لان هو عوض شويه من خساره الدوري الابطال، لكن في نفس الوقت جماهير مارسيليا وجماهير موناكو احتفلوا بصعود فرقهم للمشاركه في دوري ابطال اوروبا مره ثانيه. فكل واحد تعب، جماهيره حست ده، صدقت ده، احتفلت بيه ايا كانت النتيجه. يعني انا دلوقتي ده اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا كتير قوي يا احمد، انه احنا بس نحس ان انتوا عملتوا اللي عليكم. يعني انا احس ان انتوا بتاكلوا النجيله بلغه الكوره، اعملوا اللي عليكم، مالكوش دعوه بالنتيجه. يعني احنا هو بنقولها لكم نحس بتعبكم كده كده. ممكن لو عملتوا اداء كويس في الاول ممكن النتيجه ما تكونش في صالحنا، لكن الاداء الكويس بيجيب بعديه نتيجه كويسه، ده اللي احنا بنتكلم فيه. لان في ماتش اسوان انت قلت ان احنا نقفل خلاص صفحته وخلاص احنا فعلا عديناه، بس الاداء ده يقلق حتى لو احنا كسبنا، بس الاداء ده يقلق في مشوار الحفاظ على يمكن بطوله تانية، بس هي نفس اللعيبه اللي بتلعب. فعشان كده احنا بنتمنى ان يبقى في فوقه كده في الاداء، عشان يكون في فوقه في النتائج ان شاء الله باذن الله. وعشان كده برضه هفضل اقول للاعيبه نادي الزمالك كملوا رغم اي شيء، رغم اي شيء ممكن يكون ضدكم، وراكم جمهور عظيم يحرك الصخر كده زي ما بتقال. وانت لو بس دخلت على السوشيال ميديا كده، وانتوا اكيد كلكم بتدخلوا على السوشيال ميديا قبل اي ماتش، شوفوا جمهور الزمالك بيتفاعل ازاي، شوفوا جمهور الزمالك بيبقى كلامه ايجابي ازاي عن الفرقه. ده بعيدا عن الاخفاقات اللي حصلت او الخسارتين اللي زعلوا كتير جدا جماهير نادي الزمالك من اللاعبين، ولسه مستنيين اللي زي ما بتقال كده الاماره اللي تخليهم يرجعوا مره تانيه ويسامحوا اللعيبه ويشوفوا منهم الاداء اللي يخلي الجمهور دايما في ظهر كل اللاعبين في نادي الزمالك. عايز اقول كمان ان معاكم برضو مجلس اداره قوي بيحارب في كل الجبهات بقى، يعني عشان اسم وسمعه وقضايا نادي الزمالك للمره الثانيه. انت دلوقتي لسه عندك ثلاث بطولات بتنافس فيهم، او عندك اكتر من بطوله بتنافس فيها، كان في بطوله افريقيه بطوله قاريه خلاص انت خرجت منها، عندك بطولات محليه تقدر تنافس عليها، عندك بطوله الكاس السنه اللي فاتت، عندك بطوله الدوري تقدر تحافظ على لقبها، عندك بطوله الكاس الجديده، لسه الدنيا قدامك متاحة انك تفرح جمهورك. وده قدر لعيبة نادي الزمالك اللي لازم يفهموها، يعني ده قدرك انك بتلعب في نادي كبير، وزي ما قلنا كده من شوية او نيرفانا كانت بتتكلم عن
اوروبا ومستوى اللعيبه اللي فيها ومستوى المنافسه اللي فيها. الجمهور بيقدر جدا تعب الفرقه حتى لو ما احرزتش البطوله، بيسقف لك وبيقول لك شكرا على مجهودك، حاولت ونافست لاخر نفس. ده قدر نادي الزمالك ان هو نادي بطوله، لازم يحقق البطوله ولازم ينافس. ده العاده بتاعت نادي الزمالك ان هو لازم ينافس على كل الالقاب اللي بيشارك فيها. زي ما قلنا برضو من شويه ان ماتش الاسماعيلي هيكون ماتش مهم جدا، نقطه فارقه جدا مع نادي الزمالك يوم السبت ان شاء الله. الماتش ده فيه حاجات كتير، يمكن نادي الاسماعيلي بيمر بفتره كويسه جدا بالنسبه له. يعني نادي الاسماعيلي بيمر بفتره كويسه جدا. نادي الاسماعيلي ماشي كويس، محقق نتائج ايجابيه في الفتره الاخيره. وعايزين نقول لازم اللعيبه والجهاز الفني يقدروا قوي نادي الاسماعيلي برغم النتائج الصعبه اللي بيعملها، لكن هو فريق كبير وفي المباريات الكبيره هيبان. وعايز اقول كمان ان في تصريحات كمان لامير مرتضى منصور امبارح، الحقيقه تابعت تصريحاته، قال في تصريحاته ان بكل اصرار ان شخصيه ولاعيبه نادي الزمالك هيكملوا المشوار بشكل قوي جدا، وابدا كمان انه راضي جدا عن روح اللعيبه والكلام اللي ما بين اللعيبه وكباتن الفرقه في التدريبات لتصحيح المسار. عندك ثلاث نقط مهمه جدا خصوصا ماتش الاسماعيلي زي ما قلنا بعد بكره، ماتش مهم جدا، ماتش ما ينفعش فيه غير الفوز، لان انت هتكسب الماتش ده بتقرب اكتر، بتريح نفسك اكتر، اللعيبه بتريح نفسها ذهنيا ومعنويا، بتفرح جمهورها، حاجات كتير جدا من خلالها يقدروا يعوضوا الجمهور عن كم الاخفاقات السابقه ان شاء الله باذن الله. احنا معاكم خطوه بخطوه في ظهر فرقتنا، في ظهر لاعبتنا، قربنا جدا من بطوله زي ما قلنا، خلاص وصلنا للنهائي بعد الفوز على اسوان. طبعا ده الكاس بتاع البطوله اللي فاتت او كاس السنه اللي فاتت او الكاس القديم طبعا زي ما بيتقال دلوقتي. عندنا برضو كاس الموسم الحالي، عندك بطوله الدوري تكمل عليها تنافس عليها، والباقي باذن الله على ربنا. الجمهور مش عايز بس غير انك تبذل قصارى الجهد وتبين قد ايه انت عندك روح لاخر يوم ليك مع نادي الزمالك. قبل ما اقفل ملف ماتش الاسماعيلي، لانه هيكون لينا ان شاء الله متابعه لكل استعداداته في فقره اقرا الخبر، استعدادات الفريق، تدريبات الفريق لموقعه الدراويش، عايز اقول مبروك لواحد من نجوم مصر اللي مشرفين مصر في الخارج، محترف مصري بقاله سنين كتير جدا، ماشي كويس جدا، لعيب عنده درجه كبيره جدا من الالتزام، محمد النني. شفنا طبعا امبارح احتفال الجماهير المصريه بيه وبمختلف الانتماءات، بقى فرحانين جدا ان النني جدد مع ارسنال، ده شيء عظيم جدا، حابين نقول له هنا من نهارك ابيض بالتوفيق باذن الله، ان شاء الله توفق وتحقق كل اللي انت عايزه مع الجانرز في الفتره اللي جايه. كل التوفيق لنجمنا الكبير محمد النني مع كتيبة المدرب مايكل أرتيتا، ونجم أرسنال الموسم اللي جاي يكون أفضل إن شاء الله. وعلى فكرة النني يا جماعة ظهر بقوة كبيرة جدا في آخر 7 ماتشات، أعتقد كلنا خدنا بالنا من ده، كانوا سبب كبير جدا في ان هو يجدد عقده مع الفريق. انا فاكره ان ماتش تشيلسي اللي ارسنال كسبه 4-2 وماتش المان يونايتد كمان اللي كسبه برده 3-1 كان ليهم مفعول السحر الحقيقه، ان نني يكمل مع الفريق ويكسب 5 ماتشات من اخر 7 ماتشات. يعني عايزينك كده ترجع لكامل كمان فورمتك مع المنتخب الفتره اللي جايه، لان احنا عارفين ان انت عندك كتير جدا جدا، حتى جماهير ارسنال يا جماعه نفسها سعيدة بده، وبقد ايه المدفعجية كده احتفظوا بلعب الورك اوت بتاعه هايل جدا وعنصر ضروري جدا في وسط ملعبهم. اخر موضوع هنتكلم فيه بقى بعد ماتش الاسماعيلي كمان طبعا تمنياتنا للتوفيق للنني، هو موضوع كده مميز وهو تألق العنصر النسائي في الرياضات الفردية او الجماعية. معلش انا بقى ايه يعني متحيزة أكيد المرأة، في عام المرأة الحقيقة بتثبت فيه كل يوم قد إيه هي قد أي شيء صعب. يعني إحنا عندنا مثلا بطلات مصر الذهبيات
الاسبوع ده العداء بسنت حميده فازت بميداليتين ذهبيتين في بطوله التشيك الدوليه لالعاب القوه في منافسات الجري 100 متر حره و200 حره. مليون مبروك طبعا يا بسنت نجمتنا العالميه لاعبه التنس ميار شريف، قدرت تتاهل للدور الثاني في بطوله رولان جاروس في انجاز تاريخي ما تحققش قبل كده في تاريخ التنس بمصر. كمان صعدت للرقم 50 في التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخ التنس النسائي، يعني بصراحة حاجة مبهرة جدا وحاجة بتستدعي الفخر، بس للأسف اتعرضت للإصابة امبارح وانسحبت من البطولة، فبنتمنى لها طبعا السلامة. ألف سلامة عليكي يا ميار، ترجعي بقوة إن شاء الله. حسدت ميار. دي حقيقة يعني والله يا بص يا أرقام تاريخية وأول مرة تحصل في تاريخ مصر، بس هي دي الرياضة والإصابة. يمكن قلنا امبارح برضو ان ده اول فعلا فوز لاي حد مصري في رولان جاروس، وكان في الجالية المصرية كانوا فرحانين جدا بميار شريف وتحقيقها لفوز اول وصعودها للدور الثاني بعد طبعا خروج أنس جابر لاعبة برضو عربية تونسية محترمة جدا ولكن خرجت من الدور الأول. معاه دلوقتي اتصال مع الكابتن أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر والمدرب العام السابق كمان لفريق نادي الزمالك. يا كابتن أيمن منورنا. نهارك أبيض يا كابتن أيمن. صباح الفل. صباح الفل. نهارك أبيض يا نحلة. صباح الفل حبيبي يا كابتن. شرفنا. طبعا النهارده ذكرى الكونفدراليه 2019، فبطوله طبعا غاليه علينا كلنا، ويعني كانت بطوله صعبه مرينا بظروف صعبه جدا ساعتها، فلازم نتكلم بقى معاك عن الذكرى دي، ازاي قدرنا ان احنا نحقق اللقب ده رغم طبعا البدايه الصعبه. هو طبعا يعني التاريخ بتاع النهارده ده هيفضل بالنسبه لنا ذكرى كبيره وعلى جمهور الزمالك خصوصا، بس بالنسبه لنا خصوصا لكن دي كانت يمكن كانت البطوله الاغلى في تاريخ تدريبي، لانها كانت اعتقد بعد 16 سنه كانت نسخه قويه جدا جدا. فكان ليا الشرف طبعا اكون موجود في الجهاز الفني بغاز مستر كريستيان جروس والجهاز المعاون معاه وامير عزمي طبعا اخويا الصغير. فانا سعيد جدا جدا بالذكرى دي وسعيد ان دايما جماهير الزمالك فاكراها وانتم فاكرينها، لان هي البطوله زي ما انت قلتي كانت صعبه جدا. النسخه دي كانت صعبه وكانت اول مره تحصل تقريبا ان لعب خمس فرق شمال افريقيا او اربع فرق. كانت طنجه وكان اغادير والنجم وبعد كده لعبنا بركان في النهائي. فكانت البطوله صعوبتها في لعب خصوم قويه خصوصا ان النسخه دي كانت معظم الفرق الكبيره موجوده فيها. فالحمد لله ان احنا قدرنا يعني نسعد جمهور الزمالك ونكون جزء صغير من الفرحه ديت وجزء من دايما تاريخ بنكتبه في نادي الزمالك، ونادي الزمالك بيضيف لنا فيه كتير الحمد لله. الحمد لله. كابتن ايمن كان في مباريات صعبه جدا، يمكن افتكر هدف اوباما الشهير في بيترو اتلتيكو كان بالضبط. رجعنا تاني البطوله بعد ما كانت الامال خلاص كله قال نادي الزمالك خلاص هيطلع من البطوله دي، لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي سفن الأعداء. يعني يمكن شفنا عودة كبيرة جدا لللقب، عودة كبيرة جدا للبطولة، ولعبنا أكتر من فريق زي ما قلت في شمال أفريقيا. شفت إزاي العودة دي يا كابتن؟ العودة دي هي اللي خلقت روح الفوز بالبطولة دي يا كابتن؟ بص هو الحقيقة إحنا كان عندنا حاجتين، الحاجة الأولانية والمهمة والعودة الكبيرة بالنسبة لنا كانت بعد ماتش جورمايا في كينيا لما خسرنا أربعة، وده كانت بداية البطولة بالنسبة لنا، وكان من الصعب جدا او من الظروف الصعبه ان انت في بدايه بطوله وفي بدايه مجموعه وتخسر اربعه خصوصا ان انت اسمك كبير جدا في افريقيا. فلما قعدنا بعد المباراه واتكلمنا وقعدنا اتكلمنا مع اللعيبه وقلنا احنا ان شاء الله باذن الله هنكسب البطوله دي، وهم نفسهم قالوا كده، وقعدنا اتكلمنا كتير بالليل بعد المباراه، قعدنا اتكلمنا حوالي ساعه في اجتماع طويل، وقلنا ان يعني مفيش مشكله وقدر الله ما شاء فعل ولسه عندنا ماتشات كتير، لكن احنا عايزين ننسى المباراه ديت ونعتبر ان البطوله لسه ما بداتش ونبتدي البطوله من المباراه الجايه في مصر ان شاء الله باذن الله، ولازم البطوله دي نكسبها ولازم البطوله دي تبقى بتاعتنا. دي الحقيقه كانت العوده الكبيره بالنسبه لنا، لان زي ما قلت لك كانت نتيجه وحشه، لكن جول بيترو اتلتيكو هو كان خطوه كبيره جدا في ان احنا نكمل وان احنا نصعد الادوار النهائيه يعني. طيب لكن اصعب ماتش بالنسبه لنا كان ماتش النجم الساحلي خصوصا لما جينا الشطرة بالظبط. طيب عمر سعيد وقف ساعتها
كابتن ايمن، على ذكر العوده، احنا كنا خسرانين في مباراه الذهاب 1-0، كنا متعادلين في اول شوط 1-1. ازاي حفزتوا اللعيبه؟ يعني ازاي حفزتوهم ان احنا نوصل لده؟ يمكن كنا متعادلين 0-0 وقتها، لكن ازاي حفزتوا؟ يعني احنا كنا خسرانين بعد كده تعادلنا، ازاي عرفنا نعمل الكامباك ده ونوصل لده؟ دي مباراه النهائي بركان ولا مباراه مين؟ بركان. انا بركان. بركان. مباراه بركان عشان كنا خسرين هناك 1-0، والحقيقه هم كانوا فرقه محترمه جدا جدا، غير لما اتفرجت عليهم في النسخه دي، هم كانوا فرقه قويه جدا. معاهم مدرب محترم، لكن احنا الحقيقه زي ما قلت لك احنا يعني بصي المباراه كانت جايه في شهر مفترج واجواء حلوه وجميله ونزلنا الملعب ووجود الجماهير قبل الفطار بكتير، وناس بتفطر في المدرجات واللعيبه شايفاهم، فكل ده بيديكي دوافع ان انت يعني تعملي حاجه كبيره، تعملي حاجه كويسه، خصوصا ان الناس تعبانه جدا وفي ناس جايه من السفر. بقول لك في ناس بتفطر في المدرجات، تخيلي في رمضان والناس سايبه بيوتها وناس بتفطر في المدرجات قبل الفطار مثلا بساعتين ثلاثه، موجودين في الاستاد يعني في المدرجات عشان يستنوا الفطار، عشان يفطروا، عشان يلحقوا مكان. ما دايما الجمهور دايما بيبقى دعم اساسي. بص هو جمهور الزمالك الحقيقه عنده الـ 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 يعني الـ النقطه الكبيره قوي في كل البطولات اللي احنا خدناها، في تواجده، في مساندته للفرقه في اصعب الاوقات، في وجودهم دايما في ظهر الفرقه حتى واحنا وحشين. بصي احنا كزملكاويه، انا بعتبر نفسي من الجمهور، احنا كزملكاويه احنا بنشجع الزمالك عشان بنحبه وعشان اتولدنا لقينا نفسنا زملكاويه، لكن ما بنشجعش الزمالك عشان ان هو خسر بطوله او كسب بطوله او ان احنا نشتم اللعيبه ونقلل منهم عشان هم خسروا حاجه، لا، احنا بنحب الزمالك عشان احنا بنحبه بس، عشان احنا زملكاويه. فدايما جماهير الزمالك هتلاقيهم كده، هتلاقيهم دايما في الوحش قبل الحلو موجودين. فبقول لك يعني دخولنا الملعب ووجود الجماهير في رمضان قبل الفطار، الناس قاعده في المدرجات بساعتين ثلاثه، فالنقطه دي بالنسبه للعيبه كانت كبيره جدا. وكانت اول مره خلي بالك الاستاد يتملي بالطريقه دي، ان ما كانش فيه جماهير، انت عارفه كان ممكن يحضر 10,000 5,000. صح. فان انت تدخلي الاستاد في برج العرب تلاقي الاستاد كله متقفل قبل المباراه على الاقل بساعه ونص بساعتين. انا عايز اقول لك ان مدرب الاجوان بتاعنا توماس دخل الملعب مش مصدق، محطوط وانا واقف جنبه، فبقول لي ايمن يعني بيصور الجماهير، فبيقول لي هي جماهير الزمالك كتيره كده يعني؟ قلت له لا دي مش جماهير الزمالك، ده جزء من جماهير الزمالك، جزء صغير جدا. قلت له ده جزء صغير من جماهير الزمالك، لكن انت عشان ما شفتش عندنا مشاكل في مصر يمكن والجماهير بتيجي بعدد محدود عشان حاجات معينه، لكن اللي انت شايفه ده مش جماهير الزمالك. انت لو الاستادات اتفتحت وسافرت بره الماتشات في الخليج هتلاقي جماهير اكتر من كده كمان. نفسي الحقيقه الشكل ده يرجع تاني، يعني نفسي كده ادخل الاستاد الاقي الاستاد متقفل زي ما دايما بيحصل. بصي وان شاء الله يرجع باذن الله. انا شايف ان الرابطه اللي مسؤوله عن الكوره في مصر بتحاول، والحقيقه الناس بيزودوا العدد كل فتره، فممكن نساعدهم ان شاء الله باذن الله ان الجماهير تبقى ملتزمه عشان نقدر نرجع الجماهير ونرجع المنظر اللي احنا شفناه في نهائي الكونفدراليه. كابتن ايمن، كلمه اخيره كده توجهها لجماهير نادي الزمالك، وحضرتك كنت بتتكلم عن الروح اللي كانت موجوده في 2019، ايه اللي ينقص الجيل ده وهم اللاعبين؟ ايه المشكله دلوقتي اللي حاصله جوه الفرقه؟ ولا حاجه، كله كان دواعي الاستقرار. لما المجلس اتحل قبل كده في ظلم، وقعدنا فتره سنه او سنتين عمالين نتخبط في ادارات بتيجي تدير النادي، وناس مشيت لعيبه وناس طلعت لعيبه اعراض بدون حق، فناس اتصرفت في حاجه ما تخصهاش ففضلك الفرقه، في مدرب مشي مرتين وسابك ورجع، فمع رجوع المجلس الموجود هشام وطلال منصور وحقوق اللعيبه هتبقى مضمونه، وان اللعيبه هتبقى مطمنه ان في مجلس محترم بيديهم فلوسهم، وان انت تعمل بعض التدعيمات، وان احنا نصبر على الراجل اللي جاي دوت، لان هو الراجل ما يملكش اي حاجه، لان في الاخر زي ما قلت لك هو كان جاي على فتره، دي كلها توابع عدم الاستقرار اللي حصل. لكن مع مرور الوقت ومع التدعيمات ومع فتح الصيد هتلاقي الشكل اتغير. انا ضد فكره ابدا ان احنا نقعد نقلل من اللعيبه. انت من ثواني بتقول هم نفس اللعيبه اللي خدوا البطولات وخدوا الكونفدراليه. صحيح. فلازم نلتمس لهم شويه ان هم على الاقل كانوا في فتره عدم توازن، ممكن دي تكون توابعها.
فانت لازم نصبر عليه، لازم نصبر على مستر فيريرا لانه هو راجل مدرب محترم، مدرب كبير. ال 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 الناس اللي موجودين معاه دايما هتلاقي الزمالك بيدخل المباريات ناقص مثلا لعيب مهم او اثنين مهمين جدا. وده في الفتره اللي احنا فيها في السكواد اللي موجود في نادي الزمالك، اللعيب الواحد يفرق معاك جدا، خصوصا لو هو هيبقى قاعد على الدكه عشان ينزل يعمل لك تغييرات. فالراجل الله يكون في عونه، الله يكون في عون المجلس على اللي الناس تابعوه له، لكن ان شاء الله انا عارف ان هم اداؤه قدوت. هو بس الصبر، احنا كسبنا في بطوله مهمه جدا اسوان، وهنلعب ان شاء الله نهائي ايا كان القسم اللي موجود. انا بشوف ناس كتير قوي بتكسب بطولات وهم اوحش مننا بكتير. صحيح. فانا مش عايز جماهير الزمالك تزعل ان احنا وصلنا نهائي واحنا بنلعب اسوان وهم فرقه محترمه وكسبناهم اكيد. هنقول بصعوبه، لكن في الاخر هي دي كره القدم. صحيح. بقت كل الحاجات دايما بطوله الكاس عموما بيبقى فيها كده شويه مفاجآت، لان الكل بيبقى عنده دوافع قوية جدا. أسوان كمان كان عنده دافع قوي جدا، لسه كان طالع من بيه طبعا تفاصيل مهمة وكلام مهم مهم جدا جدا يا كابتن أيمن. أنا السويس مخرج سموحة في الكاس الجديد بالظبط، يعني عشان كده يعني بقول لحضرتك الكاس بيبقى فيه مفاجآت كبيرة. وأسوان مخرج المصري يا كابتن. في حاجات جدا، وأنا لسه بقول لك إن في فرق، يعني في فرق في أندية بتكسب بطولات وهم أوحش منها بكتير قوي. صحيح. والناس بتفرح لهم وبتفرح، فإحنا دايما عايزين كل ما الفرقة بتكسب كل ما بتاخد ثقة، وكل ما الجهاز بيزيد تقله لعيبة بيزيد تقل فرقه. وبقول لك بس يعني زي ما حضرتك ذكرت، زي ما حضرتك ذكرت احنا قد ده ومجلس الاداره قده، اللعيبه كمان يمكن فعلا احنا في تخبط، بس ان شاء الله نكون قده. بنتمنى طبعا الفريق كل التوفيق. شكرا لحضرتك وشكرا لكل الكلام المهم اللي حضرتك اتكلمت معانا فيه. شكرا، شرفتنا يا كابتن ايمن. دلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه في فقره اقرا الخبر. خبر البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي والبيان الرسمي الصادر من جانب نادي الزمالك، واللي اتكلم عن الموقف الغريب والغير مفهوم اللي خرج من بعض الأشخاص خلال الساعات اللي فاتت، اللي رددوا أن نادي الزمالك ما خطبش رابطة الأندية عشان ينقل مبارياته في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز، كمان بطولة كاس مصر من استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوي. وردا بقى على الادعاءات دي، نشر نادي الزمالك الخطاب المرسل منه للجنة الأندية لنقل مباريات الفريق من استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوي، وتم إرساله من 14 يوم وتحديدا بتاريخ 11 مايو 2022. وبالتالي الخطاب ده بيكذب الادعاء بأن الزمالك ما خطبش لجنة الأندية لنقل مبارياته من استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوي. نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن حصول المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق على حكم رسمي من لجنة فض المنازعات الدولية بالحصول على مبلغ 3,700,000 يورو. أمير مرتضى منصور قال إن هذه التقارير غير صحيحة بالمرة، لم يحدث أي جديد في هذه القضية. وأوضح كمان المشرف العام على الكرة إن إدارة الكرة بالقلعة البيضاء إن القضية دي ما زالت متداولة في المحكمة الرياضية بعد ما قدم النادي، بعد ما قام بطعن على هذا القرار، ولسه على فكرة القرار ده في محكمة التحكيم أو في التحكيم الرياضية اللي هي الكاس، لسه ما اتخذش فيها قرار وما راحتش اللجنة فض المنازعات زي ما الناس بتدعي. نروح لمستر فيريرا والعقد جلسة سريعة مع اللعيبة قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي عشان يستعدوا لمواجهة الإسماعيلي اللي جاية في الدوري الممتاز. حرص مستر فيريرا خلال كلامه مع اللعيبة على التأكيد على مواصلة العمل بكل جدية وتركيز وقوة من أجل مواصلة تحقيق الهدف وهو الفوز طبعا في كل اللقاءات. كمان فيريرا طلب من اللعيبة تنفيذ كل المطلوب منهم بكل دقة استعدادا لمواجهة المهمة قدام الإسماعيلي في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز. قام الجهاز الفني للفريق بقيادة فيريرا بتخصيص فقرة تأهيلية وبدنية خاصة للاعبين على هامش مران الأمس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري. قام الجهاز الفني برفع المعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي خلال مران الأمس،
من خلال أداء بعض الفقرات التأهيلية تحت قيادة الجهاز المعاون بالفريق. بدأت الفقرة البدنية والتأهيلية بالجري الخفيف حول الملعب لمدة دقائق قليلة، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء فقرة تدريبات التأهيل بالكرة بأشكال عديدة ومختلفة لتنشيط العضلات وزيادة المرونة البدنية. حرص كمان مستر فيريرا على متابعة الفقرة دي بشكل كامل وإعطاء بعض التعليمات لجهازه المعاون لتوصيلها للاعبين. نروح للناشئين، وشارك رباعي سيف فاروق جعفر وسيد عبد الله نيمار، يوسف اسامه نبيه وحسام عبد المجيد لعيبه الفريق في التدريبات الجماعيه امبارح استعدادا لمواجهه الاسماعيلي اللي جاي، وده جه بعد مشاركتهم اول امبارح في جزء من المباراه الوديه لفريق الامل بالزمالك قدام طلائع الجيش، وشارك الرباعي في الفقره التاهيليه والبدنيه بشكل كامل مع زمايلهم بالفريق. بعدها تم تخصيص فقره تدريبات استشفائيه وبدنيه داخل الجيم وفقا للبرنامج الموضوع عليهم من الجهاز الفني بقياده مستر فيريرا، وبناء عليه ما شاركوش في باقي المران على ان ينتظموا النهارده بشكل طبيعي استعدادا للقاء الاسماعيلي. يواصل الثنائي محمود عبد الرازق شكابالا وحمزه المسلوسي لاعب الفريق البرنامج التاهيلي والعلاجي الموضوع ليهم من اجل التعافي من الاصابه اللي بيعانوا منها وبيغيبوا بسببها عن المشاركه مع الفريق في المباريات الاخيره. بيؤدي كابتن شكابالا والمسلوسي البرنامج العلاجي والتاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقياده الدكتور محمد اسامه، ويخضع الثنائي لفحوصات طبيه بشكل متواصل للاطمئنان عليهم تحت او قبل مرحله التعافي والعوده للمشاركه مجددا للتدريبات والمباريات. عرفنا هنا في نهار كبد ان الثنائي بشكل نهائي هيكونوا للاسف بره لقاء او قائمه لقاء الاسماعيلي القادم لعدم الجاهزيه الطبيه. لحد دلوقتي ان شاء الله طبعا احنا عارفين ان شكابالا كان بيعاني من اصابه في شد في العضله الخلفيه، والمسلوسي كان بيعاني من التواء في الكاحل تعرض ليه خلال لقاء طلائع الجيش في بطوله الدوري. باذن الله نتمنى لهم كل السلامه الكابتن شيكابالا طبعا قائد الفريق وحمزه المسلوسي. الف سلامه طبعا لنجوم الفريق. امبارح مستر فيريرا المدير الفني للفريق عمل محاضره فنيه مع اللعيبه داخل ارضيه ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، وده بعد الانتهاء من اداء الفقره التاهيليه والبدنيه. كمان فيريرا قام خلال المحاضره بنقل التعليمات الفنيه والخططيه الخاصه للعيبه عشان ينفذوها، كمان شرح شويه ادوار فنيه مطلوبه من بعض اللعيبه والخاصه بالتحركات داخل الملعب. خاض رباعي حراس مرمى نادي الزمالك بمحمد ابو جبل ومحمد عواد، محمد نديم، محمود الشناوي تدريبات خططيه قويه تحت اشراف كابتن ايمن طاهر مدرب الحراس، وذلك على هامش مران الامس اللي اقيم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء. تم التركيز خلال الفقره على سرعه رد الفعل من خلال التسديد على الحراس باستخدام صداده حديديه امام المرمى. كمان خاض لعيبه الفريق تقسيمه فنيه وخططيه قويه على هامش المران امبارح استعدادا لمواجهه الاسماعيلي اللي جايه في الدوري يوم السبت باذن الله. قاد مستر فيريرا التقسيمه واللي تم خلالها التركيز على تطبيق امور خططيه خاصه تم التدريب عليها، كمان الامور الخاصه بخطه اللعب والتحركات جوه الملعب. كمان فيريرا عمل تقسيمه بتوجيهات التعليمات بشكل مستمر للعيبه وايقاف التقسيمه لاكثر من مره عشان يصحح بعض الامور الخططية. أدى ثلاثي سيف الدين الجزيري، محمد ونجم، رزاق سيسي لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية وفنية إضافية عقب انتهاء المران بالأمس. بدأت الفقرة الإضافية بأداء ثلاثي لتدريبات بالجري الخفيف والسريع في جزء من الملعب لمدة 10 دقائق لرفع المعدل البدني لديهم، وفقا لقرار من المدير الفني مستر فيريرا. بعد كده قاموا بأداء فقرة فنية إضافية من خلال التسديد من بعض جوانب الملعب على المرمى، وقام روي أجواش المدرب المساعد ودانيال جونزاليس محلل الأداء بالإشراف على هذه التدريب وهذه الفقرة فقرة الثلاثي وكتابة تقرير لتقديمه للمدير الفني فيريرا.
اخر حاجه معانا في نهارك زملكاوي خاصه بمنح الجهاز الفني لفريق الامل واللي بيقوده كابتن اسامه نبيه المدرب العام، كمان كابتن احمد عبد المقصود المدرب المساعد راحه من التدريبات، وده امبارح يوم الاربعاء بيجي بعد خوضهم مباراه وديه اول امبارح قدام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضه واللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. كمان من مقرر ان الفريق او فريق الامل يواصل تدريباته النهارده يوم الخميس بشكل طبيعي على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء. بكده هتكون انتهت اخبار فريقنا، تعالوا ناخدكم لجوله عالميه نعرف فيها كل الجديد على الساحه العالميه وفقره نهارك عالم. واضح كده اننا هنكون على موعد مع ميركاتو ساخن جدا، كل يوم اخبار وكل يوم تطورات في اوروبا وفي كل العالم بصراحه، اللي انتهت عندهم كل الدوريات والامور ماشيه هناك بشكل طبيعي ومنظم. امبارح افاد تقرير صحفي اسباني باستمرار المفاوضات ما بين برشلونه وبايرن ميونخ من اجل انتقال عاشق الشباك البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري الى ملعب كامب نو. طبعا عقد ليفاندوفسكي لسه فاضل فيه سنه هينتهي بنهايه 2023، ورفض اللاعب كل محاولات النادي البافاري للتجديد واصر على الرحيل. وبحسب صحيفه ماركا الاسبانيه فان الحد الادنى للمبلغ اللي بيتم التفاوض عليه من جانب بايرن ميونخ انه لن يقل عن 50 مليون يورو، ده مبدئيا كده. واول شرط فرضوا مسؤولي بايرن وعندهم طبعا حق لان ليفاندوفسكي هو هداف الفريق في الفتره الاخيره بل وهداف العالم، اكتر لاعب احرز اهداف على مستوى الدوريات الخمسه الكبرى، كمان وكيل اللاعب بيعمل بكامل استطاعته لنقل موكله الى برشلونه بعد ما اتفق طبعا مع الرئيس خوان لابورتا على الشروط الشخصيه لليفا. وبانت الماركه كمان ان بايرن ميونخ رافض ابرام اي اتفاق مع برشلونه الا بعد تحقيق شرطين. الاول ان العرض يناسب قيمه اللاعب واللي حددها بايرن وهي 50 مليون يورو، والتاني ايجاد بديل يخلف ليفاندوفسكي في قياده هجوم البافاري الالماني. صعبة جدا ان هم يلاقوا بديل ليفاندوفسكي، يعني انا لو مكان بايرن ميونخ برضه هقعد اماطل، يعني هقعد بقى ازود في المبلغ، هقعد اجيب حاجات او شروط معقده، لان هو فعلا صعب جدا بايرن ميونخ من غير ليفاندوفسكي. فمش عارفه ايه اللي هيحصل، ازاي برشلونه هتعرف تجيب ليفاندوفسكي من غير ما بايرن ميونخ يبقى عايز، بالذات ان هو زي ما انت قلت لسه فاضل سنه في عقده. هنشوف اكيد التفاصيل ايه اللي هيحصل فيها، وبالذات ان اللاعب رافض ان هو يجدد مع الفريق البافاري. نروح للسلطان زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان واللي شكل مسيرته كده قربت تخلص، يعني حتى لو هو مصمم ان هو يكمل، وده لانه متوقع ان هو هيغيب عن الملاعب وكرة القدم لمدة توصل لـ8 شهور بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة. فريق ميلان الطبي قال ان العملية اللي عملها ابراهيموفيتش كانت ناجحة بالكامل وان كل الفحوصات مشيت بشكل كويس، لكن الفكرة في الفترة الكبيرة اللي هيغيبها ابراهيموفيتش عن الملاعب بتثير كده الشكوك حوالين اعتزاله وانهاء مسيرته الكروية الحافلة. لكن ابراهيموفيتش نفسه كان صرح قبل كده وقال ان هو عايز يستمر لمدة موسم كمان مع الميلان، وده طبعا بعد ما ساهم المهاجم السويدي المخضرم صاحب الـ40 سنة في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي لأول مرة من سنة 2011. هنشوف هل ابراهيموفيتش تفتكر هيعتزل بعد غياب 8 شهور دول؟ 8 شهور كتير كتير الصراحة، بس يعني على الأقل يبقى في ماتش كده فاهم، خلاص بيودع فيه جماهيره، لكن فعلا 8 شهور كتير على لعيب كره ان هو يفصل. يعني بس هو لعيب كبير بصراحه، هو محافظ على نفسه بعيدا عن السيجار اللي طلع بيه في احتفالات اسم ميلان، طلع بسيجار كان جامد هو يعني ملوش حل. كان جامد فعلا، انا كنت فاكراه في الاول اصلا من فوتوشوب، كنت فاكره لان انا شفتها في الاول على صفحات مش يعني مش كريديبل، فشفتها افتكرت اكيد يعني اكيد مش هيعمل كده، بس طلع عامل كده عادي. هو ده شكلها موضه على فكره، ان مش زلاتان ابراهيموفيتش بس، كان في لاعب برضو اسمه اروخو برضو كان منزل صوره بعد احتفاله كده شيكابالا، كان منزل صور وهو لابس لا بس دي لا اتكلم على لا دي كده سيجار مقفول. لا انا قصدي من حيث البرستيج، يعني بغض النظر هي متولعه مش متولعه، بس من حيث البرستيج كده بتدي نوع من انواع البرستيج يعني للعيب وهو بيتصور بيه. دلوقتي هنروح بقى نظبط ساعتنا مع بعض، نتعرف مع بعض على خريطه
مباريات النهارده قبل ما نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل معاكم فقرات نهارك ابيض. اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. خلونا قبل ما نروح لاخبار نبض 100 عقبه نروح الاول لبث مباشر من نادي الزمالك، ناخد زميلنا العزيز المتالق محمد ساهر ويقول لنا بقى كل الجديد في 100 عقبه. وقبل ما يقول لنا ايه الجديد وقبل ما يقول لنا عنده ايه نقول له الاول مبروك، هو مسك المدير الفني لفريق الكره النسائيه بنادي جمهوريه شبين. مليون مبروك يا ساهر، وماذا لديك اليوم في 100 عقبه بعد ترحيب نيرفانا؟ نهارك ابيض يا ساهر، والف الف مبروك، ودايما من نجاح وتالق لنجاح طبعا على صعود للدوري الممتاز للسيدات. الف مبروك يا ساهر ونهارك ابيض. نهارك ابيض زملائي الاعزاء نيرفانا واحمد، والله يبارك فيكم. طبعا انجاز كبير جدا لنادي جمهوريه شبين، صعود لاول مره في تاريخه للكره النسائيه للدوري الممتاز بعد صعوبات كبيره جدا واجهناها، وبدانا تكوين الفريق من سنتين. انا كنت المدير الفني والدكتور احمد ساهر اخويا هو صاحب الفكره، كون الفريق هم في منتخب الجامعه، بدانا نكون الفريق والحمد لله صعدنا من الدرجه الثالثه الممتاز به للدوري الممتاز. الموسم القادم ان شاء الله هنلعب دوري ممتاز. يعني عايز ابارك لكل جماهير نادي جمهوريه شبين، وعايز ابارك طبعا لمجلس اداره الاستاذ احمد الخشن والاستاذ ايمن خطاب اللي كانوا داعمين لينا في خلال المشوار الطويل ده، الله يبارك فيكم. من داخل نادي الزمالك طبعا وكل كواليسنا، النهارده هيكون في ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، هيكون الفريق الاول عنده تدريب الساعه 4:30 طبعا، استعدادا لمباراه الاسماعيلي، مباراه مهمه جدا طبعا في الدوري العام للحفاظ على القمه. شيكابالا بيعمل لسه تدريبات تاهيليه في الجيم، مش هيكون متواجد في المباراه، صعب اللحاق بالمباراه. وحمزه المسلوسي برضو بدا يجري حوالين الملعب لكن لسه ما اشتركش بالكره، ممكن الاثنين يكونوا مش موجودين في مباراه الاسماعيلي. خلينا بقى زي ما بنعمل سبوت يا احمد يا نيرفانا عن كل الالعاب داخل نادي الزمالك. النهارده لعبه العاب القوه، هيكون معايا كابتن عماد علي اللي مشرفني دلوقتي، مدرب طبعا العاب القوه وخاصه يعني في المسافات القصيره والحواجز. كابتن عماد بنرحب بحضرتك ونرقب بخطين حمر. اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم كلكم ان شاء الله باذن الله. كابتن عماد يعني كلمني، حضرتك مدرب مسافات قصيره وحواجز نادي الزمالك، استعداداتكم للموسم اللي هيبتدي اكيد في اغسطس القادم، وعايزين نعرف برضو الساده المشاهدين وجمهور نادي الزمالك حققنا ايه انجازات الفتره السابقه والبطوله الماضيه. احنا ان شاء الله طبعا عندنا الاسبرنت، عندنا او المسافات القصيره بتبدا من ال 100 متر لحد 400 متر والتتابعات، وعندنا الحواجز بتبقى ال 100 متر وال 300 متر حواجز تحت 16 سنه، وعندنا ال 110 متر حواجز و 400 متر حواجز من اول ال 18 سنه لحد الدرجه الاولى. احنا عندنا طبعا في المسافات القصيره عندنا شهاب الدين طارق، ده لاعب منتخب مصر واول 400 متر على مدار خمس مواسم، عنده 47 ثانيه. عندنا محمود كامل في 400 متر تحت 20 سنه. وعندنا بالنسبه للاولاد الصغار عندنا طبعا احنا عندنا قاعده عريضه من الاولاد الصغيرين، عندنا لاعب ناشئ مواليد 2008 كسبان في ال 100 متر حواجز، وعندنا بنت برضه تحت 16 سنه كسبانه في ال 80 متر حواجز، عندنا ولد ممتاز تحت 18 سنه كسبان 18 سنه و20 سنه في ال 110 حواجز و400 متر حواجز من 18 و20، وعندنا قاعده عريضه من اللاعبين، عندنا اكاديميه بتفرخ عندنا لاعبين اكفاء، بتبدا الاكاديميه عندنا من سن 7 سنين لحد سن 14 سنه، وبنبتدي تتصنف عندنا ويتوزعوا على المدربين بكافه الالعاب داخل نادي الزمالك.
كابتن، اكيد لعبه العاب القوى لعبه عايزه مجهود كبير جدا، يعني اللعيب عشان يدخل من 8 سنين يبدا يشارك في العاب القوى، يعني عشان برضو الناس اللي بتتفرج علينا او اعضاء النادي يعني لازم يكون 8 سنين قبل كده ما يدخلش. بفضل ان هو بيفضل بالسن الصغير ده، لانه طبعا احنا عندنا اللعبه فيها برضو مراحل قوه واداء، فبيبدا السن دوت بيكون السن المناسب بالنسبه لنا للبدايه. البطولة القادمة بقى واستعداداتنا ليها، بنتمرن كام يوم في الأسبوع؟ توقيت التدريبات، مواعيد التدريبات؟ احنا بالنسبة للمسافات القصيرة والحواجز بنتمرن 5 تمارين في الأسبوع، وأحيانا بيبقى الخمسة دول بنعمل كمان أحيانا في بعض الأيام تمرين صبح وصباحا ومساء. بنستعد احنا عندنا إن شاء الله البطولات بتاعة الجمهورية هتبدأ في شهر 8 بإذن الله، عندنا لاعبين مبشرين، عندنا لعيب اللي هو مواليد 2008 ده بإذن الرحمن بنشتغل عليه علشان رقم مصر تحت 16 سنة بإذن الله في 100 متر حواجز. كابتن، عشان نكسر رقم أو عشان نكسر ثواني بتبقى عايزة مجهود كبير جدا، أكيد يعني التدريب بيبقى قاسي الفترة أو فترة الإعداد دي. بالظبط، بنحاول برضه بنوصل، لازم نوصل بالناحية الرقمية للاعب لأنه نوصل لرقم مصر، مع إن إحنا بنحافظ برضه على مستواه الغذائي من خلال الأسرة والبيت. حاجه بتوعد جمهور نادي الزمالك بيها كابتن في البطوله القادمه؟ ان شاء الله باذن الله دايما احنا في تقدم، واحنا دايما في رعايه رئيس النادي بيرعانا كلعبه، وفعلا بيقدم لنا كل المساعدات للوصول للمستوى المطلوب. شكرا كابتن عماد. شكرا. كلام مهم جدا من كابتن عماد علي، طبعا مدرب المسافات القصيره والحواجز العاب قوه بنادي الزمالك. دي كانت كل كواليسنا هنا نيرفانا واحمد، الان اليكم الكلمه، تفضلوا. شكرا. شكرك جدا يا ساهر على المداخلة الجميلة دي وعلى المعلومات الجميلة، ومبارك لك مرة تانية كمان من زملائنا الأعزاء المتألقين في قناة الزمالك. شكرا ليك يا ساهر. دلوقتي هنروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الأبيض. اهلا بكم في الشارع الابيض. فيلم سسبنس كده خالد ولا ينسى، عشناه كلنا سوا زي النهارده. زي النهارده من 3 سنين كتمنا انفاسنا على مدار اكتر من ساعتين لحد ما تنفسنا الصعداء وقت بينالتي زيزو الاخير. اكيد عرفتي انا بتكلم على ايه دلوقتي. اكيد طبعا يا احمد، دي واحده من الليالي الخالده الحقيقه والايام اللي ما تتنسيش. سهره رمضانيه زملكاويه خالصه انتهت بتتويج ابيض قاري، كان على شوقه ولهفه كبيره جدا جدا، وبدايه عاصفه بيضاء طافت القاره السمراء بعديها طبعا، واعلنت عوده ملك القاره الحقيقي لعرش البطولات. خلونا نطلع نشوف التقرير ده عن ذكرى تتويج الزمالك بلقبه الاول في بطوله الكونفدراليه بمسماها الجديد، ونرجع لحضراتكم من جديد. حقيقية كان بطلها الأول هو جمهور الزمالك مع اللعيبة والجهاز الفني بقيادة المخضرم كريستيان جروس. حكاية رمضانية اتحفرت في تاريخ الملك القاري، أكيد كنت هتبقى محظوظ لو حضرتها من ملعب برج العرب. القصة بدأت بعد ما موقف الزمالك يتعقد في مجموعته في الكونفدرالية، بعد ما جمع نقطتين بس من هزيمة جورماهيا الكيني وتعادلين مع نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي. بس الزمالك بيقدر ساعتها يرجع ويصعد أول المجموعة بعد الريمونتادا اللي ما تتنسيش، اللي بدأت بفوز على بترو أتلتيكو، ثم فوز على جورماهيا، ثم تعادل مع نصر حسين داي في الجزائر، عشان نقدر نكمل مشوارنا في البطولة دي بعد كل الصعوبات اللي واجهناها في دور المجموعات. الزمالك بيشق طريقه للنهائي بعد تغلبه على حسنية أغادير في دور الثمانية، بعدها بيتخطى عقبة النجم الساحلي في نص النهائي عشان نوصل لمواجهة نهضة بركان المغربي، ونخسر في لقاء الذهاب في الدقيقة 94 بهدف لاباكوجو في مباراة الزمالك كان يقدر يحسمها أو يسجل فيها على الأقل، لكن التوفيق ما كانش معانا. ومن هنا بتبدأ الملحمة الحقيقية يوم 26 مايو 2019 في
يوم رمضاني مرتفع الحرارة، جماهير الزمالك بتغزو استاد برج العرب من كل مكان في مصر. الطرق كلها جمهور زمالك رايح للاستاد بيمني نفسه بالعودة لمنصة التتويج القاري والفوز على نهضة بركان وتحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة. الجمهور الحقيقة بدأ يتحرك من الساعة 12 الظهر، والطرق كلها عربيات وأتوبيسات رايحة لبرج العرب، الأعلام في كل حتة، وتفاؤل كبير من جمهور الزمالك بأن الكاس ده مش هيخرج برا مصر النهاردة. الكاس هيبات في 100 عقبة. بيبدأ الماتش ويبدأ جمهور الزمالك في دعم وتشجيع منقطع النظير. أسوأ سيناريو ممكن أي جمهور يعيشه في فوز فريقه هو أن الفوز ده يتحسم بضربات الحظ الترجيحية، سيناريو صعب. عاشوا الجمهور واللعيبة في أرض الملعب، هي دي الحكاية، حكاية ملحمة الكونفدرالية اللي بدأها هدف أوباما الخالد في شباك بترو أتلتيكو في استاد برج العرب، وأنهاها محمود علاء وزيزو في نفس الاستاد، لكنها كانت نهاية سعيدة انتصر فيها البطل في ليلة رمضانية ما تتنسيش، وحكاية مهما عد عليها الزمن هتعيش. بطولة كانت عظيمة بكل أجواءها يا نفانا، كانت بطولة عظيمة جدا، فيها كل حاجة حلوة لها علاقة بالجرانتا، بالروح، بالتشجيع، بالجماهير، بالوفاء، بكل حاجة. الحقيقة يعني طبعا زي ما اتكلمنا كمان مع كابتن أيمن عبد العزيز، يعني حاجة عظمة الحقيقة، ونتمنى طبعا دايما نشوف التوفيق والنجاح في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله، ودايما جمهور الزمالك يفضل فرحان وفرقته دايما في العلالي. دلوقتي تعالوا نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن الدروس المستفاده في مشاركه سله الزمالك في بطوله افريقيا هذا الموسم، ونشوف كده اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند مين يا نيرفانا؟ البدايه مع احمد محمد عبد العظيم. مساء الخير عليك يا نيرفانا، مساء الخير عليك يا احمد. فريق الباسكت بتاعنا قوي جدا، ويا ريت نافس على البطوله الافريقيه في كل النسخ الاتيه، واحنا عندنا لعيبه مصريين افضل بكتير من المحترفين. محمد انور بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الورد عليك يا نيرفانا. الدروس المستفاده من المشاركه في بطوله كره السله هو عدم الاستهتار بالخصم وبالتوفيق لنادي الزمالك. ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله الفترات اللي جايه نعدل بقى من المسار في كره السله. السيد بيقول مساء الخير عليكم جميعا، الدروس المستفاده عدم الاستهتار بالخصم والاعداد النفسي والبدني والفني الجيد والتكتيك الفني حسب معطيات المباراه زملكاوي افتخر. مصطفى كافو بيقول لازم يبقى عندنا حماس في الملعب، يبقى في هدف لازم نوصل له، غير كده مفيش بطوله. كلامك مظبوط يا مصطفى. دلوقتي خلونا نطلع فاصل قصير، وهيرجع لكم بعديه احمد في فقره سهم القوس اللي منورنا فيها النهارده كابتن طارق سليم نجم كوره السله السابق بنادي الزمالك. سهم القوس مع احمد بعد الفاصل، استنوا. اهلا بكم من جديد في فقره سهم وقوس. نادي الزمالك امبارح في كره السله لم يوفق في الاحتفاظ باللقب البطوله الافريقيه البال عشان يفنش الموسم ده بطريقه ما كانتش في الحسبان. طبعا بطولات كتير دخل فيها، ولكن لا بطوله تدخل دولاب بطولات نادي الزمالك، صفر بطولات. بصراحه كان محتاجين كلام كتير جدا بعد فتره من عدم الاستقرار، شايفين الجهاز الفني كان فيه فعلا اخطاء فنيه كتير جدا امبارح. هنتكلم بشكل اكبر عن نادي الزمالك في كره السله وعن البطولات، بطوله البال ومستوى نادي الزمالك فيها، وازاي نقدر نصحح المسار في الفتره اللي جايه. عشان كده بينضم لنا لاستوديو نهارك ابيض واحد من نجوم واساطير كره السله بنادي الزمالك ومنتخب مصر، كابتن طارق سليم نجم كرة السلة. كابتن طارق مشرفنا ومنورنا. الله يخليك استاذ احمد، وشاكر في دارك على المقدمة. ربنا يخليك يا كابتن، ده اقل من مقامك. عايزيننا في البداية نتكلم عن مستوى نادي الزمالك في البال. شفنا البطولة السنة دي
هي اصعب بكل المقاييس. انت السنه اللي فاتت وصلت النهائي مع اتحاد المنستيري اللي هو بيعد اقوى فريق في البطوله في النسخه دي، معاه ديابتي، معاه اكتر من لعيب نفس القوام من اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا السنه اللي فاتت، حافظ على معظمهم، فبيعمل نتيجه او ريمونتادا بعد ما بتكسبه في نص المباراه يعتبر 40-35. بعد كده هو بيرجع وبيحقق في اخر ربعين نتيجه معاكسه وبيقصي نادي الزمالك من الدور قبل النهائي. شفت اداء نادي الزمالك ازاي؟ وهل الادوار التمهيديه او دور مجموعه حوض النيل اللي كانت بتقام في مصر هنا المجمعه دي، هل هي كانت نتائج خادعه بالنسبه لفريق السله بنادي الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نادي الزمالك نادي كبير وطول عمره نادي بطولات في كره السله، فلا يليق بنادي الزمالك انه يخش السنه دي خمس بطولات ويخسرها، يعني يخسر السوبر، دوري المرتبط، كاس مصر، والدوري السوبر، والبال اللي احنا كنا حاطين امل عليها. البال السنه دي انا في رايي الشخصي الفني اقل من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت اقوى، يعني مباراه المنستيرلي والزمالك السنه اللي فاتت اقوى من المباراه دي، بس كان الفرق في ايه؟ في اللعيبه الاجانب. صحيح. اللعيبه الاجانب اللي عندنا كانت السنه اللي فاتت كانت افضل من اللعيبه الاجانب اللي موجوده دلوقتي. لو اتكلمنا على موضوع اللعيب الاجنبي هنبص نرجع ورا شويه، ان اختيار اللعيب الاجنبي محتاج عين ثاقبه وتعرف تجيب اللعيب اللي يعمل معاك الفارق. كان قبل كده نادي الزمالك كسب بطوله الدوري كان معاه ستوجلين كان بيلعب 40 دقيقه ويجيب لنا 30-40 بونت، كان هو الفارق معانا في بطوله. لما كنا احنا كجهاز موجودين جبنا ولتر هوج طلع انه احسن لعيب في افريقيا وهو كان فارق معانا، وده اللي كنا بنقول عليه. اختيار نادي الزمالك للعيب زي سوسا في البدايه كان خطا، لان انت جبت لعيب ما انتش محتاجه في المركز ده، احنا كنا عايزين نجيب لعيب زي ولتر هوج او نحافظ عليه عشان نقدر نشتغل ونعمل عليه فرقه، والفرقه كيانها موجود اللي هي كسبت البطوله اللي دخلت البال. لما نيجي نتكلم حضرتك على ماتش امبارح نقسمه نصين، الشوط الاولاني احنا كسبانين 40-35، الشوط الثاني خسرنا حوالي 53-40 لفرقه المنستر. احنا احسن من المنستيرلي، احنا احسن وافضل منهم كتير، لكن كان في مفاتيح للمنستيرلي ما عرفناش نمسكها. ما حافظناش على ولتر هوجي ليه؟ ما حافظناش على الاثنين التانيين. هو برضه خلي بالك يعني ديابتي كان جاي عشان يلعب البطوله بس في النسخه اللي فاتت، فلعب البطوله ومشي، كان ولتر هوجي بس هو اللي معانا مرتبط بتعاقد. فانت اللعيبه خلي بالك برضه يا كابتن، اللعيب اللي بيبقى مميز ده بتبقى الانديه بتتهافت عليه، يعني تمام. بيحاولوا ياخدوه بشكل بقى بيعملوا معاه تعاقد كبير او تعاقد سنه ولا حاجه، بيبقى ملك للنادي ده، فانت كنت تقدر تحصل على اكتر من لعيب، لكن طبعا المدير الفني هو اللي جاب الثلاثه لعيبه دول، فهو اللي بيتحمل طبعا الاداء بتاعهم او سوء الاداء بتاعهم. وخلي بالك برضو في حته ان مجلس اداره سايب المدير الفني هو اللي يجيب، تمام، انا هحاسب مين؟ حسب المدير الفني طبعا اكيد، بس ما هو عشان كده انا بقول لحضرتك. لكن احنا برضك لو رجعنا في الاختيار، ولتر هوج كان متاح لنادي الزمالك لما جه يمشي، كان في شويه خلافات بسيطه بس الولد كان عايز يرجع لنادي الزمالك، قال لهم انا هرجع في شهر 11. طب ما احنا ما عندناش حاجه، وكسب على فكره مع فرقته في المكسيك كسب البطوله، وبعدها سافر راح لعب في الكويت كسب البطوله، يعني لعيب مميز. لعيب مميز كان ممكن ان احنا نسيب ولتر او نجيب احسن منه، اصل هو ولتر ما هواش الساحر في كره السله، في احسن من ولتر كتير، بس العين اللي تختار والناس اللي تختار ويبقى قلبها على نادي الزمالك ان انا اجيب لعيب يساوي المبلغ ده. انا على فكره استاذ احمد اللعيب اللي عندنا ده بياخد مبلغ رهيب، انت لو ما اعرفش حضرتك تعرف ولا، يعني بياخد مبلغ ما فيش لعيب في الدوري المصري بياخد هذا المبلغ، بياخد 31,000 دولار كل شهر. يعني انا كان ممكن اجيب لعيب سوبر يشيل نادي الزمالك في البطوله البال ويشيل نادي الزمالك في البطوله الافريقيه، لكن طبعا زي ما انت بتقول ده اختيار المدير الفني وهو بيتحاسب عليه في مجلس اداره، في مسؤولين عن الصالات الاستاذ احمد مرتضى والاستاذ خالد لطيف، هم اللي يقدروا يحاسبوا الراجل ده. كابتن احمد عادل عبد الفتاح برضه موجود، وكابتن احمد عادل عبد الفتاح رئيس الجهاز طبعا، ده هو اللي هو مسؤول، بس هيحاسبوا الراجل طبعا، لازم يحاسب على الفتره اللي هو قضاها الراجل معانا. زي ما انت بتقول كده احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، الصفقات اللي حضرتك بتقول عليها دي واضح كده ان التجهيز بدا من دلوقتي خلاص لموسم كان مش في افضل حال بسبب توابع كتير جدا لسنه من عدم الاستقرار الاداري. السنه اللي جايه هنشوف نادي الزمالك غير،
شايف مدى استفادة الصفقات أو نادي الزمالك من الصفقات اللي تم إبرامها لحد دلوقتي؟ هو نادي الزمالك طبعا يعني الواحد بيبقى حزين إن أقول إن هو رابع الدور السنة دي، بس دي رب ضارة نافعة. صحيح. لأن إحنا هناخد أربع صفقات ودي هتنفع معانا طبقا للائحه اللي فاتت. طبقا للائحه اذا ما كانش بقى الناس في اتحاد كره السله عايزين يغيروا اللائحه، عشان سمعت برضو ده يا كابتن. بس هو تغيير اللائحه انا اعتقد انه صعب استاذ احمد. ليه؟ لان مش معقوله ان انت كل سنه هتغير اللائحه، السنه دي الزمالك الاول تغيرها، السنه الجايه الاهلي الاول تغيرها، يعني ما ينفعش، حتى ما يبقاش فيه مصداقيه. فالنهارده فعلا استاذ احمد مرتضى منصور بدا، هو استاذ خالد لطيف واحمد عادل والمجموعه ديت بدأوا من بدري، جابوا وليد عبد الجواد، جابوا خالد عبد الناصر، جابوا رجعوا مهاب ياسر كويس جدا، صفقة كبيرة، ومعاهم عاصم مرعي في كلام عليه. أنا طبعا كنت أتمنى أن عاصم مرعي يسافر ويلعب معاهم البال، كان هيفرق كتير. قدر الله ما شاء فعل طبعا. أكيد، بس زي ما أنت بتقول حضرتك هم محضرين الكلام ده، هل إحنا كمجلس إدارة هنستقر على المدير الفني ده ولا في مدير فني جديد؟ لو جه مدير فني جديد نسيب له كامل الحرية في اختيار الجهاز الفني، في اختيار اللعيبة، في مين هيقعد ومين هيمشي، لكن ما ينفعش ان احنا نفرض عليه حد، فعشان كده مش هتجيب نتيجة. اتكلمنا كابتن طارق بشكل عام عن الفريق، عايز اخدك لنقطة مهمة جدا. شايف مدرسة المدير الفني اللي تمسك نادي الزمالك، شايف ايه انسب مدرسة للتدريب تدرب نادي الزمالك؟ ما فيش حاجة دي يا أستاذ أحمد برضك، يعني ما تيجي نرجع برا للتاريخ كده، أولاد نادي الزمالك هم اللي جابوا البطولات من ايام كابتن الرشيدي، اولاد نادي الزمالك كابتن عادل عبد الفتاح، كابتن اسماعيل سليم، طارق سليم فلان، يعني هم اولاد الزمالك اللي جابوا البطولات. حضرتك انت بتتكلم على اجوستي دي السنه وحاجه استثنائيه، لانه كان معاه وولتر هوج كان قوامه حوالي 50 60% من الفرق. النهارده انا في رايي الشخصي على بلاطه كده نجيبها، ان كابتن احمد مرعي يجي. كابتن احمد مرعي انا ابن من ابناء نادي الزمالك، بس نسيب له الاختيار. انا عارف ان في مفاوضات بينه وبينهم، نسيب له الاختيار وهو يختار. في ناس بتتكلم بتقول ان احمد مرعي عصبي ومش، لا انا عصبي على المكسب طبعا، انا عايز اكسب روح. انا عايز اكسب. انت مش عايز غير الروح. انا عايز اكسب، واللعيب اللي هيقدم معايا اهلا وسهلا، اللعيب مش هاد. وبعدين خلي بال حضرتك، كل ما النجوم بتبقى كتيره في الفرقه كل ما بيبقى في مشكله كبيره للمدير الفني. المدير الفني مش عايز كلنا مهندسين، عايز مهندسين وعمال عشان يشتغلوا. صحيح. لكن كلهم معلمين وكلهم نجوم بتبقى مشكله للمدير الفني. اتمنى ان المدير الفني اللي جاي، انا قلت رايي وده طبعا الراي الاول والاخير لمجلس الاداره على سياده المستشار مرتضى منصور واحمد مرتضى، يعني هم اصحاب القرار ومعهم احمد عادل، يقولوا للمدير الفني لمين. بس انا ما فيش حاجه اسمها مدرسه. ممكن كابتن مرعي ينجح مع نادي الزمالك، ممكن اجيب مدرب امريكي ينجح. طب ما انا جبت امريكي فشل. صح. جبت يوناني فشل، جبت اسباني نجح، جبت مصري نجح قبل كده. يعني ما هياش المدرب الوطني هو الاقرب بالنسبه لحضرتك حاليا؟ ابناء نادي الزمالك كتير، ابناء نادي الزمالك. وانا انا برشح انا من عند حضرتك هنا زميلي واخويا وصديقي الكابتن احمد مرعي، لانه فعلا محتاجين احنا الكواليتي ده. بس نسيبه يختار جهازه المساعد، نسيبه يختار اللعيبه، نسيبه يشوف مين اللعيبه اللي جايه. استاذ احمد معلش لو تسمح لي فضل. انا عندي لعيبه من سنتين بياخدوا مبالغ رهيبه في نادي الزمالك وبيقعدوا ما بيلعبوش. يعني انا عندي لعيب بدون ذكر الاسماء بياخد مليون جنيه او بياخد كذا، ما لعبش بقاله 25 مباراه. طب انا ده مقعده اعمل بيه ايه؟ طب ما انا اخد الفلوس دي واجيب 2-3 صفقات قويه ترفع نادي الزمالك. ده جزء. الجزء الثاني نيجي نبص على قطاع الناشئين. احنا ما عندناش قطاع ناشئين لحد دلوقتي في نادي الزمالك، ما عندناش لعيبه طلعت في نادي الزمالك من قطاع الناشئين بقالنا سنين. ده بل بالعكس، في بعض فرق السنه دي ما دخلتش بطوله الجمهوريه في الناشئين، وده كارثه. قطاع الناشئين هو الحل السحري لنادي الزمالك خلال سنتين ثلاثه اللي جايين. لو ما اهتمتش بقطاع الناشئين هيبقى في مشكله، وهنفضل في الارقام العاليه دي. استاذ احمد الفلوس بالنسبه للانديه بقت صعبه حتى لكره القدم. الدخل ما فيش دخل، الدخل بقى صعب بالنسبه لنا، واللعيبه النهارده بتطلب مبالغ كبير. فلازم يبقى في حل، لازم يبقى في وقفه. هل الاتحاد الباسكت يقدر يحط لنا سقف لعيب الدولي السن اللي كذا، بحيث ان احنا الارقام عماله تزيد. طب الناس هتجيب من فين؟ ما فيش دخل. لازم برضك احنا نحط مكان الانديه. المستشار مرتضى منصور واحمد مرتضى بيحاولوا على قد ما يقدروا يجيبوا فلوس. طب وبعدين؟
بعد كده هتجيب من فين؟ الارقام عماله تزيد في كل الالعاب وما عندناش دخل، ما فيش جمهور، ما فيش مباريات، ما فيش حاجه. احنا العاب على فكره بيتصرف علينا ما بنجيبش دخل، باسكت، اليد، الطايره، لكن بنجيب بطولات. البطولات ديت بتتكتب في التاريخ وبتتكتب صحيح. للنادي. يعني فرقه اليد النهارده ما حدش يقدر يتكلم عليها، شابوه، نرفع لها القبعه. بطولات وروحوا في النيجر وروحوا كسبوا النادي الاهلي هنا وهنا، لازم نرفعها. بس لما تيجي تتكلم بقى احتراف، لا احنا ما عندناش. النهارده اللعيب بيجي يقول لي انا عايز 6 مليون جنيه، ماشي، طب انا هجيبهم لك من فين؟ طب انا هديك ال 6 مليون، انت هتجيب لي ايه بقى؟ ده الاحتراف، هتجيب لي بطولات، ماشي، على عيني وراسي، هتجيب لي دخل، ماشي. لكن النهارده بياخد بس هات هات هات. الناس زعلت مني انا كطارق سليم لما جيت مسكت الفرقه انا والجهاز، كابتن هشام ابو سريع قبل كده من سنتين، ان احنا عملنا لائحه. يا جماعه ما هو لازم يبقى في لائحه. انت النهارده حضرتك بتاخد فلوس، ما لازم لما تكسب اكافئك، طب ولما تخسر؟ برضو ثواب وعقاب، عقبك. طب لما لعيب النهارده يرفض يروح عندك مباراه ويسيب الحذاء بتاعه في القاهره وتخسر المباراه وما يتخصمش منه حاجه، تعمل ايه؟ لازم تقول للنادي سلام عليكم، انا ما اقدرش اشتغل في جو زي ده. يعني لازم تبقى الامور كلها واضحه. انت عايز فلوس، خد فلوس زي ما انت عايز، ان شاء الله تاخد 20 مليون، انا ما بقولكش لا. بس مردود انا كنادي الزمالك ايه؟ النهارده نفس الحكايه، شوف النهارده البال ديت لما هيكسبوا فرقه المنستيري هتلعب، هتاخد البطوله، هي المنافسه. انا قلت حتى امبارح حلقه امبارح ان هي الفرقه الاجهز والاقوى والمرشح الاول لهذه البطوله، هو هذه النسخه. امبارح كان نهائي، يعتبر نهائي بين الزمالك، هو نفس النسخه. هياخد النهارده 150 الف دولار لو كسب البطوله، يعني في دخل، في حاجات، في فلوس جايه. لكن انت النهارده عمال تقول لي كابتن انا عايز 10 مليون، طب يا عم ده انت خسران 6-7 بطولات، يعني 10 مليون ايه اللي انت عايزها؟ ولا 5 مليون ايه اللي انت عايزها؟ ماشي، انا ما بقولكش انت الكواليتي بتاعك 10 مليون بس لازم اتحاد السله استاذ احمد يحط سقف. الانديه هتصوت بعد كده، لازم يحط سقف للبطولات، واللي يحط سقف للعيبه ويحط سقف. احنا بنلعب بطولات استاذ احمد، هل انا باخد حاجه؟ لما بكسب الدوري العام انا باخد حاجه؟ ولا حاجه. النادي اللي بيصرف لي ما فيش ولا حاجه. في تعالى بقى بص، احنا مش هنروح بقى اوروبا ونقول، احنا هنروح الدول العربيه، دول الخليج. انا كنت بمرن في الكويت، وكنت بمرن في السعوديه، ومرن في الامارات وكلام. النظام هناك ايه؟ حضرتك كسبت الدوري، اتفضل مكافاه ماليه من الاتحاد، من الوزاره، اتفضل. يبقى النادي عمال من هنا شويه ومن هنا شويه، لكن مش كله كله النادي عمال يصرف. عبء على النادي كبير. هيجيب من فين؟ هيجيب من فين؟ كابتن عايز ارجع معاك تاني للمباراه بتاعت امبارح دي. كان ايه المطلوب من ويل فويت انه يعدل ما بين الشوطين؟ ايه اللي كان مطلوب يقوله بين الشوطين بعد الربعين الاولانيين، كوارتر الاول والثاني، وانت متقدم؟ كان ايه المفروض اللي يعمله في الربعين الاخرانيين؟ بص حضرتك، احنا خسرنا في الكوارتر الثالث اللي هو كان المفروض انا حافظ ان انا كسبان. طلع ماكيني احسن لعيب 17 بونت في ده احسن لعيب في الكوارترين، طلعته وركنته جنبك، ما اعرفش ليه. رجعت سوسة انه يلعب بوينت جارد، فوقدت 50% فيها، ادي اتنين لعيبه. كنت بتريح لي انس، وفي لعيبه امبارح ما ظهرتش بالمستوى اللي هو المطلوب. فعشان كده هو غلطه المدرب المدير الفني امبارح ان ماكيني ما بداش الكوارتر الثالث، ان جاب سوسة يلعبوا كتر. عشان كده احنا خسرنا في الكوارتر الثالث اعتقد 11 نقطه. هو ده كانت نقطه الفيصل في المباراه امبارح. لكن انت النهارده لو كنت سبت ماكيني، وبالدليل ان ماكيني، عارف حضرتك ماكيني جاب امبارح كام؟ جاب 26 نقطة. سوسة جاب 19. ايريك دوت البيفوت جايب 11 بالرغم انه مصاب. ستوريبري بقى اللي هو دوت محترف جايب 4 بونت. كل الأربعة لعيبة جايبين 60 نقطة. وبقيت فرقة نادي الزمالك بقى ناس بكيجو بكل اللعيبة دي جايبة 21 بونت. في جاب كبير بين اللعيبة. ده بيوري حضرتك ان انت لما تجيب الكواليتي الكويس للعيب الاجنبي يفرق معاك. ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون خير لنادي الزمالك، والفتره اللي جايه يعني تشهد كده استفاقه بعد طبعا الصفقات اللي حضرتك بتتكلم عليها من جانب الاداره والمشرف العام على العاب الصالات، المشرف العام على كره السله كابتن احمد عادل عبد الفتاح، المشرف العام على العاب الصالات احمد مرتضى منصور. ان شاء الله نشوف اللي جاي خير، ورب ضرة النافعة زي ما حضرتك قلت. انت عندك فرصة، انت خدت مركز رابع السنة دي، فانت تقدر تعمل اربع صفقات للموسم اللي جاي، منهم ثلاثة او منهم واحدة بس حسمت، صح؟
اللي هو خالد عبد الناصر بتاع ده الوحيد اللي هيتحسب. لا في حاجه اللي ده مش ممكن ما يتحسبش لكن كمان. في ناس اللي لعبت في نادي الزمالك ما بتتحسبش كصفقه. لا طبعا يعني زي عاصم و... عاصم ومهاب ما يتحسبوش صفقه ولا خالد عبد الناصر لان في اللائحه بتقول ان اللعيب لو بيلعب في الدرجه الممتاز ونزل للدرجه الثانيه برضه ما يتحسبش من الصفقات. فادي عندي ثلاث لعيبه عندي اهمت عظيم. بس اتمنى من خلال برنامج حضرتك استاذ احمد ان موضوع عاصم مرعي ينتهي باسرع ان شاء الله يتحل باذن الله. ان شاء الله. كابتن طارق سليم واحد من اساطير كره السله في مصر ونادي الزمالك بشكرك جدا شرفتني ونورتني. انا سعيد ان كنت معاك يا استاذ احمد وسعيد ان انا في بيتي وربنا يخليكوا شاكر افضل دايما كده موجود على طول. بشكرك جدا يا كابتن. ده كان لقائنا مع الكابتن طارق سليم واحد من نجوم مصر ونادي الزمالك في كره السله. خلصت حلقتنا ولسه مخلصش نهاركم الابيض ان شاء الله في اسبوع جديد. نقابلكم على الف خير في حلقه جديده يوم السبت اللي جاي ان شاء الله في برنامج نهارك ابيض. الى اللقاء.